اولا يا احبه بنعيدكم باسم ابونا جون واسمي شريكي بهالخدمه، بنعيدكم جميعا، بنعيد كل ابناء الرعيه الكرام موجودين ومغتربين، وان شاء الله بتكون هالسنه سنه خير علينا جميعا، بتكون سنه خير على بلادنا، وان شاء الله مثل الايام بتكونوا بخير ويكون كل الناس بخير وسلامه ومرتاحين من هالوضع الصعب يلي كل هالناس عم تمرق فيه. ان شاء الله الغيمه الثقيله الغيمه السوداء تنزل عن صدورنا جميعا، ومننعم لانه هذا حقنا وحق اولادنا انه يعيشوا بامان واطمئنان. ان شاء الله ربنا بينهم هالمسؤولين كلهم لما فيه خير هالبلاد، ان شاء الله بنعود عليكم وعليهم وعلى كل الناس بالخير والصحه والسلام. اليوم يا احبه كلنا نحن عم نصلي من اجل انه ولاده يسوع المسيح هذا الاله الذي قبل كل الدهور يلي تجسد في آن ومكان معينين مثل ما سمعنا بالرساله لاهل غلاطيا، وربنا افتقد شعبه انه ارسل ابنه الوحيد، لانه كانت كل المحاولات من خلال العهد القديم وانبياء العهد القديم والشرائع اللي كانت تعطى من اجل انه الناس تقرب من الله، ولكن ما اكتملت الا بيسوع المسيح المتجسد يلي ولد بفلسطين وولد بمزود حتى نحن نتعلم منه ونحن نطلب منه، ومثل ما هو اجى لعنا نحن نطلب منه انه هو يكون موجود وحاضر موجود وموجود دائما بقلوبنا. هالمجوس يلي اجوا من المشارق اجوا من بلاد ايران والعراق يلي كانوا هن منجمين وبيعرفوا بحسب كتب التنجيم انه بده يصير حدث مهم، ولكن هذا بيقولوا الاباء انه هذا كان بتدبير الهي انه هالمجموعه من الناس هالمجوس انهم يجوا ويهتدوا. ونحن كلنا هلا بنعرف انه قد ايه كانت الصعوبات كبيره بهذيك الايام لولا النجم ولولا ما اجوا هن من المشارق حتى يسجدوا للطفل المولود في مغاره، وجايبين له وبالرغم من انه هالطفل المولود بمغاره هذا هيرودس الملك هو صار خايف على مملكته لانه هذا فكر انه هو يسوع جاي يعمل مملكه من هذا العالم، ولكن مملكه يسوع المسيح هي ليست من هذا العالم. هلا من خلال الهدايا يلي جايبينهم المجوس ان كان كان ذهب ولبان ومر فينا نقدر نعرف شو هو الاصل من خلال هالهدايا هذه، ان كان من الذهب هن كانت كل الهدايا الذهب هي تكون للملوك فقط، وهذا اعتراف بانه يسوع الطفل هو الملك. ايضا في عندنا اللبان يلي هو البخور، ونحن كل هالصلوات يلي نحن عم نرفعها وكل هالبشاره يلي نقلها بشر فيها يسوع المسيح وتلاميذه من بعده هي كانت بخور زكي الرائحه وقدرت انها توصل بنعمه الله انه هالبشاره الى كل المسكونه، والمر وايضا ما ياكد لنا من خلال الميلاد عم بياكد لنا انه هذا الطفل المولود في مغاره هو ذاته بده يعيش بيناتنا ويوصل حتى ليصلب ويقوم في اليوم الثالث، وهذا المر ايضا بيرمز الى ايضا الى موت وقيامه يسوع المسيح، يلي نحن كلياتنا نطلب باسمكم جميعا، ونطلب ايضا انه هو يكون موجود وحاضر بقلوبنا جميعا، حاضر وعايش فينا مترافقين معه بصلواتنا الدائمه وباصوامنا، وايضا حتى يكتمل موضوع هذا الصوم والصلاه يلي نحن استعدينا له ايضا بده يكتمل باعمال الرحمه يلي كلياتنا مدعوين بالرغم من كل الظروف الصعبه انه نحن نقدر نقوم فيها ونقدر حسب الامكانيه يلي بتكون موجوده. بنعيدكم جميعا وبنطلب لكم عيد مبارك وسنه خير عليكم جميعا وعوليكم، وان شاء الله كل عيد وانتم بألف خير.